حنس أبا الخيل متحد عنيد يخوض غمار المنافسات بروح قوية وصدر رحب، لا يعرف المستحيل ولا الاستسلام. لا تمنعه الصعاب من المضي في طريقه نحو القمة. اختار فئة الشعل فأشعل المنافسة بها منذ دخوله الأول، وما زال محافظاً على توهجها وركن من أركان المنافسات، من أوائل من خاض غمار المنافسات، وما زال مستمراً في تطوير منجيته ومحافظاً على جاهزيتها للمنافسة في كل عام، حتى حقق المراكز الأولى في فئة الجمل والفردي وفئة نخبة النخبة. من أنا يوم أخذت الأول في الخمسين وأعلنت أني رايح للمية من سنتين، وأنا أسس لهذا اليوم. من هالفترة اللي أنا جلستها بين الخمسين يعني حتى وصلت إلى المية، وأنا ما قعدت ولا يوم في التأسيس، في الشراء، في تأسيس البل، ما بردت نهائياً عن يوم واحد يعني حتى اليوم هذا. أنا أشري من كل المواطنين، وأنا أشري من كل الشراطية. أنا اللي جازت لي الناقة هنأخذ من البل ناقة موحدة، والإعلان ماني بعلن شيء نهائياً، إعلان لاني بأعلن شيء نهائياً، وشراي راضٍ عليه أنا. جائزة عبد العزيز المفروض ما حد يرفض عنها، جائزة عبد العزيز لازم المفروض كل من جاء هنا يصرح بعلوم طيبة وغانمة لمنافسينه اللي معه والعلوم الطيبة عشان يتبادلون الخاطر الطيب والعلوم الطيبة. له العديد من الإنجازات، ومن أهمها المركز الأول في الشعل فئة الخمسين بمهرجان أم رقيبة للعام 1431 للهجرة. المركز الأول في الشعل فئة المئة بمهرجان أم رقيبة للعام 1435 للهجرة. المركز الأول في الشعل فئة المئة بمهرجان أم رقيبة للعام 1436 للهجرة. المركز الأول في فردي الشعل جل بمهرجان أم رقيبة للعام 1436 للهجرة. المركز الأول في الشعل فئة المئة بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الأولى للعام 1438 للهجرة. المركز الثاني بيرق المؤسس فئة المئة بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الرابعة للعام 1441 للهجرة. الفائز حنس مفرس فارس العتيبي في فئة نخبة النخبة للون الشعل. ما زال حنس أبا الخيل في كل عام يجدد المنافسة والإثارة والتوهج في مشاركاته، وعينيه دائماً على مركزه الأول في جميع فئات لون الذهب.